هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا، اليوم إن شاء الله باش نحكي لكم على موضوع خصم الفائدة على القروض لاقتناء أو بناء مسكن للاستخدام المحلي الخاص، والموضوع هذا جاء به الفصل 26 من قانون المالية متاع عام 2015، وموضوعه هو أنه الانتريس متاع القرض اللي تاخذه باش تشري ولا تبني دار يولي يخلص من الضرائب اللي يتقسولك على الشهرية، وتبدأ الدار هذيك معدة للسكن الشخصي وتكون الكلفة متاعها ما تتجاوزش 200 مليون، والحكاية هذه مش تبدأ من عام 2016. وها مش نفصلوا الحكاية كيفاش. أول حاجة، أنا هو الانتريس اللي باش يتنحى، هو الانتريس متاع القروضات اللي تتعطى للعباد باش يشريوا ولا يكملوا دار اللي قيمتها ما تفوتش 200 مليون، والفايدة هذه هي الفايدة اللي تبدأ مفروضة من تاريخ جان في 2016 بالنسبة للقروضات اللي تعطات قبل ولا بعد 2016. وفما حاجات ما تدخلش في الإعفاء من الانتريس هذا، وهما كيما الفلوس اللي وظفوهم على دراسة الملف، ولا الخطايا متاع التأخير في الخلاص، وزاد المصاريف اللي وظفوها على الخلاص في غير وقته. والامتياز الجبائي هذا ماهوش على القروضات الكل، معناها ما تتنحاش كي يبدأ القرض باش تشري به أرض، ولا يكون القرض لتحسين مسكن، وإلا قروضات للاستهلاك، ولا قرض للكهرباء زادة. وباش تتمتع بالامتياز الجبائي هذا يلزم البنك تعمر لك بعض الأوراق، وهما تابلو دامورتيسمون هي وريقة الخلاص الشهري بالنسبة للقرض هذاك، ويلزم يعطيوك أتستاسيون دو دوميسيلياسيون بانكير، وهذه مطبوعة عندهم تبين اللي أنت مواطن شهريتك في بنكتهم. ورقة أخرى تتسمى تابلو دامورتيسمون متاع القرض السكني الأصلي، والأوراق الكل هذوما باش تعطيهم لك البنكة بعد مطلب منك في الغرض، وهذا بالنسبة للقروضات اللي مش يتاخذوا في عام 2016. الطريقة هذه مش تخلي شهريتك تزيد، بما أنه مش يقصولك الضريبة على الشهرية، وفي المقابل هما اللي باش تدفعهم انتريس بالنسبة للقرض اللي مش تاخذوا إما لبناء ولا لشراء منزل. فكرة باهية، نجمو نبدأ بها نهار مزيان، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.